وبلشنا يا معلم فصل ثاني، وخليني اورجيك احلى باكج في كل الاردن. سيدي العزيز، كل اللي بدي احكيه هسه هذا ببلاش مجانا. اول اشي بطاقه الفصل الثاني، اذا جبتها تاخذ عليها بطاقه الفصل الاول. الباكج هذا في شغلات كثير بتجنن. اول اشي يا سيدي العزيز، عد على ايدك، انسى البطاقه تمام. اول اشي قلام الهايلايتر، هاي اللي انت ما بتستخدمها اصلا بالدراسه راح تكون موجوده معك. الستيكي نوت اللي انا طلعت روحي وانا بحكي عنها بالحصص. الشغلة الثالثة الأذكار، في أدعية أنا حاطط لك إياها، هدول فقط للدراسة. الشغلة الرابعة جدول للدراسة، جدول لإيش؟ للدراسة. بالإضافة في هدية أنا مني شخصيا اللي هي السوس، هاي راح أهت عليك فيها، يعني لما أشوفك في الشارع يمكن أحكي لك نصحات. كل هذا اللي حكيته شايفينه، كل اللي حكيته سعره 35 دينار، بالإضافة زيد عليهم توصيل وين ما كنت تكون ببلاش، وين ما كنت. يعني كل الباكج اللي انا حكيته هذا 35 دينار والتوصيل ببلاش. انا الاستاذ عبد الرحمن قنبر، استاذ لماده الرياضيات التوجيه الادبي. استنوني على المنصه الاقوى باذن الله، منصه اساس التعليمي.